بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أهدي الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه اللهم مصرف القلوب خير لكم صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنما تعبدون من دون الله في الدنيا أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا
فابتغوا ربي عند الله أعني ولا الرزق تعين علي، وانصرني واعبدوه ولا تنصر علي، واشكروا له وامكر لي إليه ولا تمكر علي، واهدني ترجعون. ويسر وإن الهدى إلي، تكذبوا فقد كذب أمم وانصرني على من بغى من علي. قبلكم، ربي اجعلني وما على متذكرا الرسول لك، إلا ذكرا البلاغ لك، رهابا المبين. لك، مطواعا أولم إليك، يروا كيف مخبتا يبدئ أولا الله منيبا. الخلق ربي تقبل ثم توبتي يعيده؟ وأرسل حوبتي وأجب إن دعوتي ذلك وثبت على عزتي الله واهد قلبي وسدد يسير. لساني قل سيروا في واسلم الأرض سفينة فانظروا كيف قوم. بدأ الخلق ثم اللهم إنا الله نسألك من خير ينشئ ما سألك به، النشأة ومنه الآخرة. نبيك محمد صلى الله إن عليه الله وسلم، على كل شيء ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد قدير. نبيك صلى يعذب الله من عليه وسلم. يشاء ويرحم من وأنت المستعان يشاء وعليك البلاغ، وإليه ولا حول ولا قوة تقلبون. إلا بالله. وما اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، بمعجزين في الأرض ولا ومن في شر بصري، السماء، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، وما ومن لكم شر مني. من دون اللهم إني الله أعوذ بك من من ولي البرص والجنون ولا والجدام ومن سيء نصير؟ الأسقام. والذين كفروا اللهم إني بآيات أعوذ الله بك من منكرات الأخلاق والأعمال ولقائه والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أولئك يئسوا من اللهم إني رحمتي أسألك فعل الخيرات وترك وأولئك المنكرات لهم عذاب وحب المساكين، أليم. وأن تغفر فما لي كان وترحمني، جواب وإذا قومي أردت فتنة قومي إلا فتوفني غير مسكون. وأسألك حبك وحب من اقتلوه يحبك وحب عمل يقربني إلى فأنجاه حبك. الله من النار، إن في ذلك اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ وقال بك من شر إنما كل عاجل اتخذتم وآجله، من ما علمت منه دون وما الله لم أعلم. أوثانا اللهم إني مودة أسألك من خير ما سألك بينكم في عبدك ونبيك، الحياة وأعوذ بك الدنيا، من شر ما استعاذ بك ثم يوم منه عبدك القيامة ونبيك. يكفر بعضكم اللهم إني ببعض أسألك الجنة وما ويلعن قرب بعضكم إليها من قول أو عمل، بعضا، وأعوذ بك من ومأواكم النار وما قرب النار إليها من وما قول لكم أو عمل. من وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي نصير. خيرا. فآمن له اللهم احفظني لوطا بالإسلام وقال قائما، إني وأحفظني مهاجر بالإسلام إلى قاعدا، ربي وأحفظني بالإسلام راقدا، إنه هو ولا تكن العزيز لي عدوا ولا الحكيم. حاسدا. ووهبنا اللهم له إني أسألك من كل خير خزائنه إسحاق بيدك، ويعقوب، وأعوذ بك من كل شر وجعلنا في خزائنه بيدك. ذريته اللهم أقسم لنا من خشيتك النبوءة ما تحل به بيننا والكتاب، وبين معاصيك، ومن طاعتك ما وآتيناه تبلغنا أجره به في جنتك، الدنيا، ومن اليقين ما وإنه تهون به في علينا من مصائب الآخرة لمن الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا ولوطا إذ قال وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأجعلها إنكم لتأتون واجعله الفاحشة الوارث ما منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ما وانصرنا على سبقكم من عادانا، بها ولا من أحد تجعل من مصيبتنا في العالمين ديننا، أئنكم ولا لتأتون تجعل الرجال الدنيا أكبر وتقطعون همنا ولا مبلغ السبيل علمنا، ولا تسلط وتقطعون علينا من لا السبيل يرحمنا. وتأتون في اللهم إني ناديكم أعوذ بك من الجبن، المنكر. وأعوذ بك من فما البخل، كان وأعوذ بك جواب من أن أرد قومي إلى أرذل العمر، إلا وأعوذ بك من أن فتنة الدنيا قالوا أتنا وعذاب القبر. بعذاب الله اللهم اغفر لي إن كنت خطيئتي من وجهلي وإسرافي في الصادقين. أمري،
وما أنت قال أعلم رب بذنبي، انصرني اللهم على اغفر لي القوم هدمي وجدي وخطئي المفسدين. وأنبي وكل ذلك عندي. ولما اللهم إني ظلمت جاءت نفسي ظلما رسلنا كثيرا فلا يغفر الذنوب إبراهيم إلا أنت، بالبشرى فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أهل اللهم هذه لك القرية أسلمت وبك إن آمنت وعليك أهلها توكلت كانوا وإليك أنبت وبك ظالمين. خاصمت. اللهم قال إني أعوذ إن بعزتك فيها لا إله لوطا، إلا أنت، قالوا أنت نحن ولي أمرك، أعلم أنت بمن الحي الذي لا فيها يموت، اللهم اغفر لنا لننجينه وأهله اللهم إنا نسألك إلا مرضاة امرأته رحمتك كانت وعزائم من مغفرتك الظالمين. والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل أوسع رزقي علي عند كبر سني. وقالوا لا اللهم تخف اجعل ولا أوسع تحزن، رزقك لا علي عند ننجوك كبر وأهلك سني إلا امرأتك وانقطاعي كانت عنك. من اللهم اجعل الغالبين. أوسع رزقك علي إنا عند كبر سني منزلون على وانقطاعي عنك. أهل اللهم هذه اغفر لي القرية ذنبي رجزا ووسع لي من من داري وبارك لي السماء في بما رزقي. كانوا اللهم اغفر لي ذنبي يفسقون. ووسع لي ولقد في تركنا داري وبارك لي في رزقي. منها اللهم آية اغفر لي ذنبي ووسع بينة لي في لقوم داري وبارك لي في رزقي. يعملون. اللهم وإلى إني أسألك مدين من فضلك أخاهم ورحمتك شعيبا فإنه لا يملكها فقال إلا يا أنت. قوم اعبدوا اللهم الله إني وارجوا أعوذ بك اليوم من التردي والعجز الآخر ولا والغرق تعثوا في والحرق، الأرض وأعوذ بك من أن مفسدين. يتخبطني الشيطان عند فكذبوه الموت، وأعوذ فأخذتهم بك أن أموت الرجفة في سبيلك فأصبحوا في مدبرا، دارهم وأعوذ بك من أن أموت جاثمين. لدي وعادا أنت. اللهم وثمودا إني أعوذ بك وقد من الجوع تبين لكم إن من فإنه بئس الضجيع. وقد تبين لكم اللهم إني أعوذ بك من الجوع مساكنهم فإنه بئس وزين الضجيع. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من فصدهم الخيانة عن فإنها السبيل بئست وكانوا البطانة، مستبصرين. وأعوذ بك من الخيانة وقارون فإنها بئست وفرعون البطانة، وأعوذ بك من الخيانة ولقد فإنها بئست البطانة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبخل والجنون والجدام والبرص من وسنة أغرقنا وما كان الله بك من ليظلمهم والقلة والذلة، كانوا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم يظلمون. إني أعوذ بك من جار السوء مثل في دار الذين المقامة، فإن جار البادية حقيقة حولا. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. خلق الله السماوات والأرض بالحق، اللهم فقهني في الدين، اللهم في فقهني ذلك في الدين. لآية اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم. إليك من الكتاب وأقم الصلاة وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
اللهم إني أسألك واحد الله بأنك الواحد أكبر، الأحد الصمد والله الذي لم يعلم ما يلد ولم يولد تصنعون، ولم يكن له كفوا أحد، ولا أن تغفر لي تجادلوا ذنوبي أهل إنك أنت الكتاب الغفور إلا الرحيم. بالتي هي اللهم أحسن، إني أسألك إلا بأن لك الذين الحمد لا ظلموا إله منهم، إلا أنت وحدك وقولوا لا شريك لك المنان يا آمنا بديع السماوات بالذي والأرض أنزل إلينا يا ذا وأنزل الجلال إليكم، والإكرام يا حي وإلهنا يا وإله قيوم. إني واحد أسألك ونحن الجنة له وأعوذ بك من مسلمون. النار. اللهم إني أسألك وكذلك بأني أشهد أنك أنت الواحد لا إليك إله إلا أنت الكتاب، الأحد الصمد فالذين الذي لم يلد ولم يولد آتيناهم ولم الكتاب يكن له يؤمنون كفوا به، أحد. ومن رب اغفر لي وتب هؤلاء من علي إنك يؤمن أنت به، التواب وما الغفور. يجحد اللهم بعلمك الغيب بآياتنا وقدرتك على الخلق إلا الأهين ما علمت الكافرون، الحياة خيرا لي، وما وتوفني إذا علمت كنت الوفاة تتلو خيرا من لي. قبله اللهم من إني أسألك كتاب خشيتك في الغيب ولا والشهادة، تخطه وأسألك بيمينك كلمة الحق في إذا الرضا والغضب، لارتاب وأسألك القصد في الغنى المبطلون، والفقر، بل هو وأسألك نعيما لا آيات ينفد، وأسألك قرة بينات عين لا في تنقطع، صدور وأسألك الذين الرضا بعد القضاء، أوتوا العلم، وأسألك برد وما العيش بعد يجحد الموت، وأسألك لذة بآياتنا النظر إلى وجهك إلا والشوق إلى الضالون. لقائك في غير ضراء وقالوا مضرة لولا ولا فتنة مضلة. أنزل عليه اللهم ربنا، آيات اللهم من ربنا ربه، زينا قل بزينة إنما الإيمان الآيات واجعلنا عند هداة الله مهتدين. وإنما اللهم ارزقني حبك أنا وحب من نذير ينفعني حبه عندك. أولم اللهم ما يكفهم رزقتني مما أحب فاجعله أنا قوة لي فيما تحب. أنزلنا عليك اللهم الكتاب يتلى عليهم، اللهم إن ما في ذلك لرحمة وذكرى لقوم اللهم ما زويت يؤمنون. عني مما قل أحب كفى فاجعله بالله فراغا بيني لي فيما وبينكم تحب. شهيدا، اللهم طهرني من يعلم ما الذنوب في والخطايا، السماوات اللهم والأرض، نقني منها كما والذين ينقى الثوب آمنوا بالباطل الأبيض وكفروا من بالله الدنس. أولئك اللهم هم طهرني الخاسرون، بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم ويستعجلونك إني أعوذ بك من بالعذاب، الفقر والجبن وسوء ولولا العمل أجل وفتنة الصدر وعذاب مسمى القبر. اللهم رب لجاءهم جبرائيل العذاب، وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن وهم لا عذاب القبر. يشعرون. اللهم ألهمني رشدي يستعجلونك وأعذني من شر بالعذاب، نفسي. اللهم وإن إني أسألك علما نافعا جهنم لمحيطة وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع يوم ورب الأرض يغشاهم ورب العرش العذاب العظيم، من ربنا فوقهم ورب ومن كل شيء تحت خالق الحب أرجلهم والنوى ومنزل ويقولوا التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من يا شر كل شيء عبادي أنت آخذ الذين بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مؤمنين بها عليك قائلين لها وأتممها علينا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وهو الممات، السميع وثبتني وثق العليم. الموازين ولئن وحقق الإيمان من وأرفع خلق درجاتي السماوات والأرض وتقبل وسخر صلاتي الشمس واغفر خطيئتي، وأسألك فواتح الله الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه الله والدرجات العلى من الجنة. يبسط آمين.
اللهم إني أسألك خير ما أتى وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما دار والدرجات العلى لمن سألتهم من نزل من السماء ماء اللهم إني أسألك أن ترفع بكلمة وتدعى بذنبي وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فعلي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي حياي وفي مماتي وفي عمري وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين والأدواء فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء